السلام عليكم، لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد إن شاء الله. تألق نجم نادي رجاء الرياضي محسن مدولي بشكل ملفت في المباراة التي جمعت الفريق بنادي مولودية الجزائر مساء يومه السبت في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال، ونصب متولي نفسه رجل المباراة بامتياز بعد مستواه ومردوده الكبيرين ما ساهم في تمكن الرجاء من العودة في النتيجة وتحقيق الانتصار الثمين من ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. وسبق للاعب ان تألق في مباريات أخيرة مضت أبرزها التي كانت أمام الوداد في إياب ديربي البطولة العربية، إضافة إلى عدد من مباريات البطولة وأبطال إفريقيا. وعبرت جماهير رجاء عن سعادتها بما يقدمه لاعبها الذي تلقبه بالمش، مؤكدة أن مستواه يمكنه من تمثيل المنتخب الوطني المغربي، كما اختارته اللاعب الأفضل في المباراة إذ كان خلف الهدف الأول وصاحب التمرير التي جاءت بالهدف الثاني. ولم يتصور أكثر المتفائلين بأن يوقع متولي على مثل هذه المستويات التي يقدمها حاليا مع الرجاء، خاصة وأنه عاد وهو في عمر 33 سنة بعد تجاربه في الخليج، إذ بات اللاعب الذي يتمحور حوله الفريق. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.